السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم إلى جديد وأهم ما جاء في منصات التواصل الاجتماعي. ولا زالت أصداء الحادث الإرهابي الذي حدث في المسجدين في نيوزيلندا، لا زالت هذه الأصداء مستمرة. نشرت قناة العربية في قناتها على اليوتيوب تصريحات وإفادات لإمام المسجد وهو من الناجين من الهجوم. تحدث إمام المسجد قائلا كما نشاهد على الشاشة هذه الصورة لهذا الفيديو، قال: نحن كمجتمع مسلم جزء من المجتمع النيوزيلندي. الإرهاب لا يختار بعض الناس ويتجاهل الآخرين. الإرهابي إرهابي، إنهم عندما يهاجمون يهاجمون الجميع، وكلما يصيبنا كمسلمين يؤثر على الطرف الآخر. فيديو انتشر على اليوتيوب من إنتاج قناة العربية، هو تحدث عن هذا الموضوع إمام المسجد. وطبعا الجميع تفاعل مع هذا الحدث المؤلم الذي حدث في نيوزيلندا. وأيضا مشاهدينا برنامج توك، أخبار توك الذي بثته قناة الشرق، ورد خبر عن تراجع أسهم شركة فيسبوك 5% بعد الهجوم الإرهابي على المسجد في نيوزيلندا وقتل المصلين. بحسب ما جاء على لسان مقدم البرنامج مشاهدينا، فإن فيسبوك سمحت بأن يمر الفيديو الذي كان في خاصية البث المباشر، وإتاحة فيسبوك لمرور هذا الفيديو عبر المنصة من خلال خاصية البث المباشر هو من الأشياء اللي ربما وجدت انتقاد كبير. وعلى نطاق واسع تم تداول هذا الفيديو، ما يشجع على انتشار مثل هكذا أحداث مروعة. طبعا لاحقا صرحت إدارات فيسبوك وتويتر ويوتيوب بحذف ومسح الفيديو، لكن طبعا معظم الناس تداولوا الفيديو وتم نشره وتم تحميل الفيديو كذلك على الهواتف المختلفة. طبعا كما نشاهد على الشاشة متابعة أيضا لما يتعلق بالأصداء التي جرت من خلال هذا الحادث. من الرسائل التي كتبها هذا الإرهابي على أسلحته التي نفذ بها الهجوم عبارة: اللاجئون أهلا بكم في الجحيم، كما يوضح هذا الفيديو الذي بثته قناة دي دبليو وكما نشاهد على الشاشة. طبعا هناك مجموعة من الرسائل التي كتبها هذا الشخص الإرهابي الذي قام بهذا الهجوم الوحشي اللا إنساني المتنافي مع كل القيم والمتنافي تماما مع كل ما يمت للإنسانية بصلة. بلا شك رسائل كانت عديدة، منها هذه الرسالة التي جاءت في هذا الفيديو، والفيديو موجود ومنتشر على قناة دي دبليو في منصة اليوتيوب. مشاهدينا، ناصر أحمد موسى هذا الناشط في السوشيال ميديا نشر في الفيسبوك: من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا، وسوف يرى الدنيا أياما يداولها الله بين الناس. هكذا تظهر هذه المشاركة لهذا الناشط في منصة الفيسبوك على الشاشة كما نشاهدها ونتابعها. أيضا اخترنا لكم مشاهدينا في جولتنا هذه وفي تتابعنا لمختلف منصات التواصل الاجتماعي المخرج الإعلامي القدير بكري مليجي، جاء بهذه المشاركة كما تظهر على الشاشة في منصة الفيسبوك على حسابه. طبعا هناك حكمة قديمة وفلسفة إغريقية عميقة في فلسفة الحياة، جوهرها في أننا نستطيع أن نمتلك الكثير من الأشياء في العالم ليس بالحصول عليها بل بالتحرر من الحاجة لها. إن أعظم ما تقدمه لنفسك ليس في إحصاء ما تملك فقط، بل في ازدحام هذا العالم بأشياء لست بحاجة لها ومتحرر من التعلق بها. هكذا تأتي هذه المشاركة على الشاشة من الأستاذ بكري المليجي. طبعا
مشاهدينا نحن نختار لكم هذه المنشورات وهذه التغريدات المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل مهارات في الحياة، تحمل الرياضة، تحمل الأحداث الجارية، تحمل العديد والكثير والمختلف من المجالات. على الدراجي أيضا هو من الناشطين في منصة الفيسبوك، جاء بهذه التغريدة أو هذا المنشور خلال المؤتمر الصحفي عن شراء نوكيا من قبل مايكروسوفت. أنهى الرئيس التنفيذي لنوكيا ستيف بولمر كلمته قائلا: نحن لم نفعل أي شيء خاطئ، لكن بطريقة ما خسرنا. وبمقولته هذه بكى كل فريق الإدارة بمن فيهم هو نفسه. نوكيا كانت شركة محترمة، إنها لم تفعل شيء خاطئ في أعمالها، ولكن العالم تغير بسرعة كبيرة، غاب عنهم التعلم، غاب عنهم التغيير، وبالتالي فإنها فقدت فرصة ثمينة كانت في متناول اليد لتصبح شركة عملاقة، ليس فقط أفقدتهم هذه الفرصة لكسب المال الوفير، ولكن فقدوا أيضا فرصتهم في البقاء على قيد الحياة. الرسالة من هذه القصة مشاهدينا: إذا كنت لا تتغير سيتم استبعادك من المنافسة. إذا كنت لا تريد أن تتعلم أشياء جديدة ولم تستطيع أفكارك وعقليتك اللحاق بالوقت، سوف تنتهي بمرور الوقت. سيظل الإنسان ناجحا ما دام يتعلم، فإذا اعتقد الإنسان أنه قد علم فقد حكم على نفسه بالفشل. هكذا تأتي هذه المشاركة مشاهدينا العميقة والقوية والمهمة كذلك في الحياة، ونحتاجها جدا في تحقيق الأهداف، في الوصول إلى الغايات المختلفة التي نرجوها في حياتنا. أيضا مشاهدينا في الفيسبوك انتشر موضوع شهادة عدم زواج، وقد تناولت الموضوع الكثير من الصحف التي صدرت يوم الأحد الماضي. نسب الخبر لولاية الخرطوم. نقرأ هذا المنشور: ولاية الخرطوم تفرض رسوم لغير المتزوجين 25 جنيه أسبوعيا، بين قوسين شهادة عدم زواج. يلا كده نبقى أو تبقى علينا اثنين بورة ورسوم، تاني لما نجي نعريس يسألونا شهادتك حقت البورة مجددة ولا صالحة. تأتي هذه المشاركة. طبعا هذا الموضوع مشاهدينا تم تداوله على مستوى واسع جدا في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وأكثر المنصة اللي تفاعلت مع هذا الموضوع منصة الفيسبوك، ما بين يعني مستهجن، ما بين مستنكر، ما بين يعني مستغرب. عموما هذا الموضوع أيضا تناولته الصحف التي صدرت يوم الأحد، أكثر من صحيفة تناولت هذا الموضوع. أيضا مشاهدينا في مهارات الحياة نقرأ هذا المنشور جاء في الفيسبوك أيضا: الطرق المستقيمة لا تصنع سائقا ماهرا. كذلك الحياة، لولا صعابها لما اكتسبت الخبرة وأصبحت شخصا أفضل. هكذا تأتي هذه المشاركة مشاهدينا كما نشاهدها على الشاشة. اخترنا لكم أيضا مشاهدينا كذلك من الفيسبوك هذا المنشور الذي نختم به هذه الجولة. كلمة كو تعني في لهجة البقارة لا، وهي ليست كلمة في حد ذاتها، ولكنها اختصار لكلمتي كلا والله، فأخذت الحرفين الأولين هما الكاف والواو فصارت الكلمة الجديدة كو كما نشاهد على الشاشة. طبعا هي من الكلمات ومن المفردات المعروفة عند البقالة، وتحية للبقالة في هذا الصباح ولكل أهلنا في هذا السودان الحبيب مشاهدينا. بالكلمات والمفردات والتحايا الصباحية دائما صباحات السودان هكذا رائعة وهكذا مليئة بكل هذا الإبداع، وهذا الاختصار لبعض الكلمات والمفردات في بعض المناطق يدل على ذكاء وفطنة الشعب السوداني الذي يختار دائما ما يسهل حياته. انتهت جولة منصات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم مشاهدينا، على أمل أن ألتقيكم في جولة قادمة. حتى الملتقى في أمان الله.